السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن نعم الله عز وجل علينا كثيرة متتابعة بتتابع الليل والنهار. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومن هذه النعم العظيمة نعمة الزواج. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذا الزواج من سنن المرسلين. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من امرأة، وقال كما في الصحيحين: إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال تعالى مرغبا في النكاح: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. أيها الإخوة الأفاضل، لقد حث الشارع على هذا النكاح لما يترتب عليه من مصالح دينية ودنيوية. فمن ذلك أولاً تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الأمة كلما كانت أكثر كلما كان ذلك أكثر عزة وقوة لها بخلاف القلة. ولذلك امتن الله جل وعلا على بني إسرائيل بهذا، فقال تعالى: وجعلناكم أكثر نفيرا. وقال تعالى عن شعيب وهو يخاطب قومه ويذكرهم بهذه النعمة: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. روى الإمام أبو داود في سنن من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه الثانية ثم أتاه الثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ثانياً، من فوائد ومصالح هذا النكاح أنه حصن للرجل والمرأة. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. في الصحيحين من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ثالثاً، أن هذا الزواج ستر ووقاية وجمال للزوجين. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. رابعاً، أن المرأة سكن للرجل، كما قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فكما أن الإنسان يتخذ المسكن ليتقي به من الحر والبرد، فكذلك هذه المرأة سكن للرجل يأنس بها وبقربها. رابعاً، المودة والرحمة التي تحصل بين الزوجين. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سادساً، من فوائد ومنافع الزواج، من فوائد
ومنافع الزواج الإعانة على الخير، الإعانة على الخير والسعادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن حبان في صحيحه من حديث سعد رضي الله عنه قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. وروى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. سابعاً، أنه سبب للغنى وكثرة الرزق. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ولذلك كان بعض السلف إذا اشتكى أحد من الفقر والحاجة يقول له: عليك بالنكاح. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: افعلوا ما أمركم الله به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رغبهم سبحانه بالتزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم بالغنى، فقال سبحانه: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والناكح الذي يريد العفاف معان في نكاحه، كما روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة حق على الله عونهم. ذكر منهم المجاهد والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. ثامناً، ما يحصل من هذا النكاح من الذرية الصالحة. قال تعالى عن زكريا عليه السلام قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أيها الإخوة الأفاضل، أما صفات المرأة التي ينبغي للمسلم أن يحرص على اختيارها، فأولاً أن تكون ذات خلق ودين. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وروى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فسرت المرأة الصالحة بما رواه النسائي في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هي التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. الأمر الثاني أن تكون بكراً هذه الزوجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لجابر: هلا بكراً تلاعبك وتلاعبها. ولكن لو تزوج ثيباً للإحسان إليها أو لأي مصلحة أخرى فهو أمر طيب. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا ثيبات عدا عائشة رضي الله عنها. ولما جاء في الصحيحين من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال له: هلا بكرا تلاعبك وتلاعبها، قال: يا نبي الله، إن والدي قد استشهد وترك لي أخوات، فأحببت أن أتزوج بامرأة كبيرة تقوم بشؤونهن وتمشطهن وتجمعهن.